مساء الخير، النهاردة هنعمل مع بعض أسهل وأسرع وصفة كفتة مع ألذ صوص. كرات اللحمة أكلة سريعة جدا وكمان سهلة في نفس الوقت، مش هتندموا أبدا لو عملتوها من غير لا جبنة ولا كريمة. هستخدم كيلو إلا ربع من اللحمة، ممكن نستخدم نص كيلو عادي جدا، وهنزل عليهم ببصلتين فرمهم فرم ناعم، بقدونس برضو فرمه فرم ناعم، معلقة ونص من الملح، وهستخدم نص معلقة من الكمون بيدي ريحة حلوة جدا للكفتة، ونص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من البابريكيا، وننزل عليهم بمعلقة ونص من توابل اللحمة، معلقتين من البقسماط، ومش هكتر علشان بحب طعم اللحمة يكون باين شوية في الوصفة دي، معلقتين من اللبن علشان بيخلي معانا الكفتة طرية جدا وطعمها مميز. وهبدأ ان انا اخلط كل المكونات كويس جدا. هفضل اخلط المكونات كويس لحد ما تبقى معانا حتة واحدة بالشكل ده. اول ما نوصل للمرحلة دي خلاص يبقى احنا كده خلطنا الكفتة كويس جدا. هدخلها التلاجة واسيبها ساعة ونص لحد ما تتشمع معايا، وهنا الكفتة خلاص اتشمعت معايا. هنبدأ بقى ان احنا نكور الكفتة دي. تعالوا ما اقولكوا ازاي. اول حاجة صينية وهننزل بالدقيق فيها بالشكل ده، نحاول ان احنا نغلفها كويس جدا بالدقيق، وهبدأ ان انا اخد الكفتة واكورها بالشكل ده. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة دي. وما تنسوش بقى لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسراء فتحي، ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تضغطوا سبسكرايب ولايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد. وبكده خلاص اكون عملت الكمية كلها. هننزل على الكفتة بالدقيق بالشكل ده، وهنحاول بقدر الامكان ان احنا نغلف الكفتة كويس جدا بالدقيق. هبدأ ان انا امسك الصينية بتاعتنا ونبدأ ان احنا نغربلها بالشكل ده، يعني نهزها كويس بحيث ان الكفتة كلها تتغلف. اهم حاجة في الوصفة دي ان الكفتة تتغلف كويس جدا بالدقيق، الدقيق بس من غير اي اضافات. وبكده خلاص الكفتة بقت متغلفة كويس جدا بالدقيق. تعالوا ما نشوف ازاي هنسوي الكفتة دي وتبقى معانا احلى من احلى كفتة ممكن ناكلها في احلى مطعم. اول حاجة هننزل بمعلقتين من الزيت، ومش هنكتر زيت، يدوب كده معلقتين، وهنبدأ ان احنا نغلف بيه الصينية ونسيبه يسخن كويس جدا، وهننزل بالكفتة فيه بالشكل ده. هنسيبها 3 دقايق وبعد كده نبدأ ان احنا نقلبها بالشكل ده واحنا ماسكين الصينية بتاعتنا او الطاسة بتاعتنا، ونقلبها على اليمة التانية لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي من كل الاتجاهات. اللون ده بالظبط اللي انا عايزاها تاخده من كل الاتجاهات، يعني مش مجرد ان احنا نحطها في الزيت وبس وتتشوح، لا لازم تاخد معانا اللون الذهبي المظبوط جدا. وهنبدأ ان احنا نطلع الكفتة بعد 7 دقايق بالظبط من وقت ما انا حطيتها في الزيت. ايه الجمال ده، شايفين اللون قد ايه لونها حلو جدا. كمان عايزه اقول لكم ان الريحه قلب الدنيا بجد، من ألذ وصفات الكفته اللي لو عملتوها في البيت مش هتبطلوا تعملوها من جمال الوصفه او من جمال الطريقه، بجد تحفه جدا. شايفين الجمال، وهعمل بقيه الكميه بنفس الطريقه دي. هننزل بالكفته في الطاسه وتاخد اللون بتاعنا المظبوط، ونبدا ان احنا نقلب ونطلع في الطبق على طول.
وفي نفس الطاسة معلقتين من الزبدة، وهننزل فيها بالشكل ده. وهننزل عليها ببصلاية مفرومة فرم ناعم. هنبدأ ان احنا نقلب البصل لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي الفاتح، ومش هنغمق علشان الطعم معانا يبقى حلو. ونديله تقليبة كمان لحد ما يوصل للون الذهبي. وأول ما يوصل للون ده هننزل عليه بمعلقتين ونص من الدقيق. وهنبدأ ان احنا نقلب الدقيق مع البصل لحد ما الدقيق ياخد اللون الذهبي المظبوط. وأول ما الدقيق يوصل للون ده هننزل عليه بكوباية ونص من اللبن. وهنبدأ نقلب كويس لحد ما يوصل للقوام الكريمي. وأول ما يوصل للقوام ده هننزل عليه بكوباية ونص من المية. ربع معلقة من الفلفل الأسمر. وهنديلهم تقليبة وننزل عليه بمعلقتين من الصلصة. عايزة اقولكم ان الصلصة بتدي طعم مميز جدا للصوص ده، وكمان لون مميز جدا. وهنبدأ ان احنا نقلب كل ده سوا، وما ننساش ننزل عليهم بمعلقة من الملح. وزي ما انتوا شايفين قد ايه الصوص طالع معايا كريمي جدا، من غير لا كريمة بقى ولا جبنة ولا اي حاجة من دي. واول ما يبدأ يسخن معايا الصوص هننزل بيه كرات اللحم فيه بالشكل ده. هنغطي الطاسة ونسيبها لمدة ربع ساعة بالظبط على النار. شايفين الجمال؟ عايزة اقول لكم ان بجد الريحة قلب الدنيا، فعلا من ألذ واجمل الوصفات اللي جربتها، وعلشان كده قررت ان انا اعملها لكم في الفيديو ده. شايفين قد ايه الصوص طلع معايا كريمي جدا؟ ايه رأيكم بقى في الكفتة دي؟ جربوها هتعجبكم جدا بإذن الله. اوعوا تنسوا تكتبولي رأيكم في الكومنتات لو عجبتكم. طبعا ممكن ناكل جنبها رز ابيض او اي رز، رز بسمتي او مكرونة، اي حاجة مع الوصفة دي، او حتى عيش، بتبقى تحفة جدا. الكفتة روعة، الصوص اروع بجد. وصفة متكاملة لذيذة سهلة سريعة. جربيها بنفس الطريقة دي، هتعجب اولادك جدا وكل افراد العائلة. مع رشة البقدونس الروعة دي هتدي طعم أروع كمان، وريحة أجمل بكتير. من الآخر كده الوصفة دي جنان، لو جربتيها بنفس الطريقة هتطلع معاكي أحلى كفتة وأحلى صوص، من غير لا جبنة ولا كريمة ولا أي حاجة من الحاجات دي. شكل الكفتة كمان مع الرز والصوص من الآخر كده حاجة جنان. لو عجبتكم الوصفة النهاردة وما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تضغطوا سبسكرايب ولايك وشير، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد. اشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم.